تعالوا نروح بقى من الطقس، نروح نشوف بقى جوجل ماب واخبار الشوارع ايه. والنهارده السبت دايما بنتوقع انه يبقى فيه سيوله تحديدا في ساعات الصباح الاولى، لانه مفيش اشغال، مفيش لسه بقى مدارس، خلاص المدارس على الابواب في خلال الشهر اللي جاي، ولكن ده طبعا اكيد بينعكس على الشوارع ان احنا بنلاقي سيوله في الحركه المروريه. اللون الأخضر هو اللي مسيطر على صلاح سالم من دلوقتي، بداية الطريق اللي بناخده مع حضراتكم صلاح سالم على الجانبين. صلاح سالم طبعا من أهم الطرق اللي موجودة في القاهرة الكبرى، لأنه من الشوارع الحيوية جدا جدا في مصر الجديدة. زي ما حضراتكم كده شايفين اللون الأخضر هو اللي موجود، مش شايفين أي لون تاني في صلاح سالم. كوبري 6 أكتوبر برضو في سيولة، برضو كوبري 6 أكتوبر من الكباري المهمة اللي بتربط بقى ما بين القاهرة والجيزة، فبالتالي برضو من الكباري الحيوية جدا، اللي يعني أما بنلاقي يبقى في أشغال أو بنلاقي مدارس بنلاقي الزحام عليها في الويك دايز أو أيام العمل، ولكن دايما السبت بنلاقي في سيولة على الكوبري لأنه يوم أجازة. زي ما حضراتكم كده شايفين اللون الأخضر هو اللي مسيطر على الخريطة. طبعا احنا عارفين انه في تطور كبير جدا حصل في شبكة الطرق، وحصل في شبكات الخاصة بالسكك الحديدية والقطارات، زي ما حصل تطور في الطرق وإنشاء كباري جديدة ومحاور جديدة بتسهل على المواطنين حركة المرور.